سبيسيال تنس على الحياة فم. سبيسيال تنس على الحياة فم، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات إذاعة الحياة فم للصحة اللي يسمعوا فينا الآن على 93 أو على 3w.الحياة.فم. برنامج سبيسيال تنس كالعادة كما تعودتوا به كل نهار أحد نفس التوقيت الخمسة نتاع العشية، أبرز الأحداث تيلة الأسبوع في عالم كرة المضرب وأخبار أبطالنا وبطلاتنا وأبرز المشاركات حصريا على الحياة فام. في البرنامج اليوم باش نسلطوا الضوء على أنس جابر والسفر إلى أستراليا من أجل المشاركة في دورة سيدني، كذلك تتويج تونسي بإمضاء اسكندر المنصوري في الفرد وعبد الرحمن في الزوجي، وفي الختام باش نختموا بفريال بن حسين اللي تقترب من رولان جاروس وقفزت للمركز 29 عالميا وسطيات. هذا الكل مع رئيسة الجامعة التونسية للتنس السيدة سلمى الملهي، مشكورة جدا على التفاعل والتدخل عبر الهاتف على موجات الحياة في. مرحبا بك مدام سلمى. مرحبا بكم وبكل مستمعين حياة فاهم. مرحبا بك مرة أخرى. أكيد مدام سلمى أنت مواكبة كل التطورات والتظاهرات وبرافو ليك في كل المسابقات، تكون أنت حاضر خاصة أنس جابر اللي والحمد لله تعافيت من فيروس كورونا ورجعت للنشاط متاحة، اللي سافرت لأستراليا صحبة عصام الجلالي وكريم كمون من أجل المشاركة في دورة سيدني. أنت اليوم موجودة تحديدا في أستراليا، إن شاء الله نتمنى لها حظ كبير لدورة كبيرة لدورة كون شلام. الحمد لله تعافيت من هذا الوباء الكوفيد اليوم اللي قاعد ينتشر فريمون بكثرة في الفترة الأخيرة، لكن احنا متفائلين برشا ونتمنى لها أنها تكون بنتيجة كبيرة في الدورات اللي قبل أستراليان أوبين وتكون حاضرة وتهز الراية كما عودتنا كل مرة. أكيد هي حاليا المركز السابع عالميا الأفضل بالنسبة لأنس جابر في الترتيب والمسيرة نتاعها الاحترافية لحد الآن، لكن خلينا نقولوا مدام سلمى الإصابة اللي تعرضت لها أنس هي اللي خلتها حتى تفقد المراكز نتاعها. والله الإصابة جات في وقت خايب برشا، الإصابة جات وهي تحضر باش تدخل الماستر، الإصابة جات في فترة كانت أنس معناتها باش تمثل إفريقيا وتمثل تونس وتكون أول عربية في دورة كبيرة كما دورة الماستر. المهم أنس كانت محطوطة في هذه الدورة، لكن مالوغوزمون الإصابة هي اللي خليتها ما تشاركش في هذه الدورة. كما تعرف في أي رياضة تحديدا في كرة المضرب الإصابات ديما موجودة، خصوصا في الفترة الأخيرة متاع العام. أنس السنة كما شفتوا في عام صعيب، عام منتشر فيه الوباء، عام تكون من دورة لدورة يسكنوا دون دي بول، يعني عام في برشا ستريس في برشا أنكسيتي. هك تشوف بارك الله خلطت الترتيب سبعة عالميا، خلطت مصنفة ضمن العشرة الأوائل، ورات لي إنها قادرة باش تربح لاعبات مصنفات ضمن الخمسة الأوائل. نورتنا، نورت بلادنا، نورت العالم. اليوم نحكيو على بطلة عالمية، ما عادش نحكيو على بطلة تونسية ولا بطلة إفريقية. نستناو منها الكثير السنة، إن شاء الله تكون ضمن الخمسة الأوائل عالميا، إن شاء الله الظروف تخدم معاها، إن شاء الله أقل إصابات. وإحنا كجامعة تونسية للتنس متفائلين برشا. أكيد مدام سلمى التصريح لأنس جابر أنها تأمل باش تدخل النادي الخمسة الأفضل، يعني خمسة لاعبات في العالم خلال العام الجديد، وهي قادرة على تحقيق ذلك نظرا للإمكانيات الكبيرة اللي تتمتع بها البطلة نتاعنا واللي تعتبر سفيرة الرياضة التونسية عبر أنحاء العالم. مدام هي أنس عندها مؤهلات كبيرة، عندها كفاءات كبيرة. أنس كل مرة حطت هدف كانت خلطت له، احنا نتمنيوها السنه تكون ضمن الخمسه الاوائل، والهدف نتاعها كذلك انها تفوز دوره كبيره جران شلام. واحنا نعرفوا انس عن قرب، واحنا نعرفوا الطاقم الفني نتاعها اللي قاعد يقوم بخدمه جباره معاها. ان شاء الله يكون هدفها عام 2022 كان مش في دوره استراليا راهو في الدورات اللي باش تجي بعدها. احنا نخدموا بشويه بشويه ان شاء الله. المهم ذهنيا بدنيا تكون حاضره خاطر قامت بتحضيرات، واحنا فخورين كذلك انها البطله الكبيره هذه تكون بتحضيراتها تحديدا في ولايه منستير وفي تونس معناتها، وهذا فخر لينا كتوانسه انه بطله مصنفه ضمن العشره الاوائل تقوم بتحضيراتها في بلادها، وهذه وطنيتها كبيره، وهذه ايمانها انه في بلادها كل شيء متوفر في النزل اللي قامت به بتحضيراتها. وان شاء الله يا ربي تكون في الموعد في المباريات هذوما الكبرى في المحافل الكبرى لكره المضرب. ان شاء الله. انت ذكرت مدينه المنستير والتحضيرات والاعداد البدني بمدينه المنستير،
كذلك فما دورة المونستير الدولي للتنس وتتويج تونسي بإمضاء منصوري في الفردي وعبد الرحمن في الزوجي، وهذه حاجة باهية مع افتتاح سنة 2022. والله الحمد لله جامعة تونسية للتنس اليوم يظهر لي بالدورات اللي نقوم فيها اليوم، جامعة تونسية للتنس يظهر لي اليوم احنا قاعدين نحيو في الرياضة التونسية، احنا اليوم قاعدين نخدموا في الدبلوماسية الرياضية في السياحة الرياضية، اليوم قاعد عندنا أبطال، ما عادش نحكيو كان على مالك وأنس، قاعدين نحكيو على منصوري، قاعدين نحكيو عبد الرحمن، نحكيو على دوغاز، نحكيو على فريال بالأحسن. اليوم السير كي نجيو نشوفوا النزول اللي تتقام فيهم المباريات يعني ديناميكية كبيرة، لاعبين من كافة أنحاء العالم، عندنا مدير دورة كفء كبير اسمه سي شهاب، ولا وهو رئيس نادي تنس بمنستير قاعد يعاون فينا مع سي هيكل الأخضر ومدام سرور. دونك الحقيقة معناتها انا ما تصورش قد ايه فرحانه معناتها. تبارك الله بالحق، فما ناس ساهره على الفريق وخاصه على يعني ابطال نتاعنا نحن، ومش غريب عليهم خاصه دوره في المونستير وتالق ابطالنا. انت ذكرت فريال كذلك بن حسن تقترب من رولان جاروس اللي تحتل المركز 29 عالميا في الوسطيات زاد. فريال بالأحسن هي لعبة واعدة، هي لعبة عمرها 17 سنة، هي لعبة متألقة، هي لعبة كانت ضمن أحسن لاعبات في إفريقيا، كان تم استدعائها من الاتحاد الدولي للتنس باش تكون في معسكر في الأفريق دو سود. فريال قاعدة تخدم في خدمة كبيرة، اليوم مصنفة ضمن المئات الأوائل، احنا كجامعة باش نقفوا معها باش أنها تكمل الدورات لي تي اف جونيور، تزيد تحسن التصنيف، وعلاش لا سنين نراوها في رولان جاروس وامبليدون. هذه طفلة ماخذة خطى أنس جابر، الحقيقة توا مركزة شوية قرايتها وبرشا تنس، هذه لعبة تخدم في الخفاء، عندها مؤهلات كبيرة، وإحنا كجامعة ساهرين مع كل اللاعبين، قاعدين ندعموا فيهم ماديا ومعناتها بكل معناتها قاعدين نوفر لهم كل الظروف باش هكاك يبرزوا. والحقيقة كجامعة قاعدين نخدموا تنجم تقول في الخفاء، على خاطر اليوم عيطنا برشا وصرخنا برشا، الحمد لله قاعدين معناتها النتائج هي اللي قاعدة تحكي على الجامعة التونسية للتنس، وإن شاء الله السنة تزيدوا تسمعوا أكثر نتائج وأكثر تألقات لكافة اللاعبين من كل الفئات. أكيد مدام سلمى، خاصة لأول مرة في تونس يعني دورات دولية بجوائز مالية يعني ب 25,000 دولار، حاجة باهية برشا. يعطيك الصحة، ونحب نشكركم ديجا على الاهتمام ومواكبين أخبار كرة المغرب. اليوم والجمعة الأولى وأنا تحديدا توا موجودة في مستير دورة ب 25,000، والحمد لله اللاعب اسكندر منصوري كان لعب في النصف النهائي ضد اللاعب التونسي، كذلك دوغاز، وإن شاء الله غدوة منصوري يلعب الفينال، كذلك توا خلينا الفينال زوجي منصوري وعبد الرحمن. هذوما دورات أول مرة تنظمهم جامعة تونسية للتنس بالتعاون مع ماجيك ومع نادي التنس بالمنستير. كذلك ما ننساوش اللي الدورة ب 15,000 دولار تلعب في ملاعب نادي التنس بمنستير اللي هما مشكورين اللي قاعدين يتعاونوا مع الجامعة واللي قاعدين يوفروا لهم في الملاعب، وهذو ملاعب معناتها فيها معيارات عالمية، فهمت؟ دونك نحن موقفنا حتى جمعة مالغري الكوفيد، مالغري ظروف صعبة تمر بها البلاد، 52 جمعة دورات ب 15,000 دولار، 4 جمعات دورات ب 25 دولار، يظهر لي اليوم معناتها برشا تظاهرات، اليوم ديناميكية، اليوم اللاعبين التوانسة ما عادش يسافروا باش يلعبوا دورات، ما عادش يصرفوا فلوس، وهذه هما أهداف الجامعة التونسية للتنس، تحسين تصنيف اللاعبين، خدمة الرياضة كرة المضرب، تكثير عدد المجازين، وكذلك معناتها دعم اللاعبين باش يكونوا ضمن الأوائل في التصنيف العالمي. وما نجموش نتعداو مرور الكرام مدام سلمى أنه أنتم تخدموا الرياضة كذلك قاعدين تخدموا في خدمة كبيرة، خاصة خدمة السياحة الرياضية. والله السياحة الرياضية احنا أول جامعة نخدموها، اليوم أكثر من 120 دورة في العام نعاودها، 120 دورة معناتها 52 دورة 15,000 بنات ولاد، 10 دورات اي تي اف جونيور، أبار اثنين نظمنا 4 بطولات إفريقية، قاعدين نخدموا اليوم الناس تحس
تأثير دبلوماسية رياضية. اليوم يظهر هذا مثال لكل الجامعات، اليوم مثال، اليوم احنا نفتخروا اللي احنا اليوم أول جامعة في تنظيم الدورات، أول جامعة في ناحية النتائج. الحقيقة ماذا بينا أكثر دعم معنوي من السلطة وأكثر دعم وأكثر إشعاع يجيو لهنا المونستير، يجيو أي نهار يحبوا يختاروا تو يجيو يلقاو الملاعب معبية، يهتموا شوية بهذه الرياضة اللي اليوم هي قاعدة تهز في الراية، اللي هذه هي قاعدة تشاع في أنحاء العالم. اليوم ضربوا تونس قاعدة تهز في أستراليا، يظهر لي قاعدين نقوموا بالمهمة نتاعنا وقاعدين نمثلوا في تونس في كافة المحافل الدولية، وكذلك قاعدين نطوروا في هذه اللعبة ونحسنوا في مستوى اللاعبين. شكرا لك مدام سلمى، يعطيك الصحة على كل الإثراءات والإضافات ومجهود كبير في خدمة رياضة التنس. شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا في الحياة فهم. هكا كانت معنا رئيس الجامعة التونسية للتنس اللي دخلت معنا واعطتنا أكثر تفاصيل وأخبار على أنس جبر وتألق أبطالنا. في الختام شكر خاص لأحمد المخلوفي في الأخراج التقني، كذلك نوفل الشرطاني، سيف بولعريس في الأخراج الرقمي، أنس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفية. إن شاء الله ملتقانا الأسبوع القادم في أخبار جديدة حصرية. متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. سبيسيال تنس على الحياة تفهم. سبيسيال تنس على الحياة تفهم، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات.